اهلا وسهلا بمتابعين كل شركه وان رويال. وزي ما احنا متعودين معاكم في اللقاءات البث المباشر اللي احنا بنقدم لكم اياها، لنقدر نحن نساعدكم للوصول لافضل استراتيجيات تقدر من خلالها الاستفاده والشغل على مجال الاكس بشكل عام. اليوم راح تكون معانا طريقه جديده راح نقدر من خلالها ان احنا نتعلم السكالبنج في وقت ما يكون السوق فيه عندنا ضعيف وما في فيه سيوله بشكل كبير. هاي الطريقه احنا بنشتغل فيها على الاطار الزمني للدقيقه. معاكم اليوم معاذ حسني، مدير قسم ابحاث في السوق، وان شاء الله راح نتعلم مع بعض كيف نقدر هاي الاستراتيجيه ننفذها باستخدام البولينجر داتا. لو كان في عندك اي اسئله واستفسارات خلال الويبينر تبعنا او خلال اللقاء تبعنا، بتقدر انك انت تسالني اياه وراح اجاوبك ان شاء الله خلال الويبينر، واذا ما قدرت انك انت تلحق معنا اكتب لنا اياه في الكومنت وراح يتم الرد عليه ان شاء الله في اقرب وقت، في حال ان هو انت كنت بتتابعنا من خلال الفيديوهات المسجله عن طريق اليوتيوب. لو حبيت ان انت تتراسل معايا فهاي ايميلي mhusni@oneroyal.com او من خلال الواتساب على رقم 002-010-93-500-708. هيك احنا بنقدر نحن نبلش مع بعض ان شاء الله اللقاء تبعنا ونشوف كيفيه الاستفاده من هاي الاستراتيجي بشكل كبير. مبدئيا مثل ما احنا شايفين اوريدي هذا عندي انا التشارت، وزي ما احنا متعودين دائما في اللقاءات السابقه حكينا انه لازم انك انت تحسن اسلوبك في اليه استخدام منصه الميتا تريدر. بمعنى انا مثلا بشتغل على الخلفيه البيضاء، الشموع تكون مثلا الهابطه عندي باللون الاسود، الصاعده باللون الابيض، تمام؟ انت هيئ البيئه المناسبه اللي انت شايفها لك كرمال انك انت تشتغل عليها بشكل سليم، كرمال انك انت تشتغل عليها بشكل سليم. طيب شو هي الاستراتيجيه وشو ادوات الاستراتيجي اللي احنا راح نستخدمها مع بعض؟ باختصار شديد خلونا بس بالبدايه نفتح هون الشات عشان يكون معنا. باختصار شديد الاستراتيجي تبعتنا راح تكون كالتالي، ان انا راح استخدم من insert indicators custom راح اختار الباند، راح اختار الباند. بدي انزلهم زي ما هم؟ لا، راح نشتغل على الانبوت تبعنا، تمام؟ راح نشتغل على الانبوت تبعتنا، نعمل الباند بيريود راح تكون الفاليو 20، الباند شيفت راح نخليه زي ما هو صفر، الباند دايفيشنز راح نعملها 2. تاني اول ما احنا راح نيجي ننزل المؤشر تبعنا من قائمه insert indicator custom راح نختار bands، بيفتح معنا اصلا زي هيك، مجرد ما انت هتدوس له اوكي راح ينزل عندك بالاعدادات الافتراضيه اللي هي بتنزل فيه، ولكن احنا راح نيجي على الانبوتس ونعدل البيريود تبعت البانز. فيك انك انت دبل كليك بيسمح لك ان انت تكتب، راح تكتب 20، البانز شيفت راح نكتبه صفر، والدايفيشنز راح نكتبها 2. مجرد ما بتضغط اوكي راح تنزل عندك البولينجر زي ما احنا شايفينه بالاعدادات الموجوده قبلنا على حسب اللي احنا عملناه. طيب راح نيجي كمان ننزل كمان شغله، شو هي الشغله الثانيه؟ راح نعدل بمؤشر ال RSI insert indicators custom راح نختار RSI. انا بوقف شوي على اساس انك انت لو حبيت تعرف من وين لوين انا جبت هذا المؤشر. جرب ما ندوس اوكي هو بيجي باعدادات افتراضيه الليفلز تمام تبعته، انه هو بيجي لك من الاباوت، لكن احنا في الليفلز بيجي لك ال 30 وال 70، ال 30 وال 70. احنا راح نضيف عندنا ال 30 هاي راح نعملها 20، وال 70 هاي راح نعملها 80، وراح نعمل اد لمستوى ال 50. جرب ما هضغط اوكي راح يظهر عندك المؤشر زي ما احنا شايفينه هنا عندنا على الشاشه، زي ما احنا شايفينه على الشاشه. طيب شو الاليه اللي انا راح اشتغل عليها؟ كيف ممكن ان انا استفيد من الاستراتيجي تبعنا؟ هي مثلا انا هنا بالي تشارت البترول، تشارت البترول. بالنسبه لي الطريقه كالتالي، خلينا ناخذ امثله سابقه ومن خلالها نقدر نحكم. عندي هنا أول حالة،
في حال أنه كان عندي إغلاق البولينجر باند، عفوا إغلاق الشموع أعلى من الحد العلوي للبولينجر باند، تمام، زي الشمعة اللي موجودة عندنا هنا، تمام، راح أشوف مستوى الـ RSI إذا كان عند الـ 80 أو أعلى، إذا كان عند الـ 80 أو أعلى من الـ 80، تمام، زي هنا مثلا الحالة اللي إحنا شايفينها هنا، تخطى مستوى الـ 80، أوكي، وصل لـ 81.08، يعني من 80 فما فوق، 79 كمان ماشي، ولكن الشرط الأساسي عندي إنه يكون أول حالة إغلاق الشموع خارج الحدود الخاصة للبولينجر بناء على الإعدادات اللي إحنا عملناها. بناء على الإعدادات اللي إحنا عملناها. طيب، سكر معايا البولينجر وكان عندي المستوى أقصاها اللي ممكن نتعامل معاه لعند 79 فما فوق، تمام؟ دايركتلي أول ما بتغلق شمعة الدقيقة بفوت مع الشمعة اللي بعديها بيع، يعني كان من هنا عندي دخول البيع من سعر 85.87. وين أولى أهدافي؟ هو مجرد ملامسة خط الوسط للبولينجر، ملامسة الخط الأوسط للبولينجر. طيب، هتيجي تقول لي الهدف حسب ما احنا شايفين عبارة عن 17 نقطة، تمام؟ هدف صغير، حلو كتير، احنا بنحكي على فريم الون منت، تمام؟ وهي الطريقة احنا بنيجي فيها في حال انه كان السوق اسوليتد او بمعنى ادق بتحرك عندي بشكل عرضي ومش قادر ان انا امسك معاه اتجاه، مش عارف وين بده يروح، ولكن بنفس الوقت بامكاني ان انا استخدم هاي الطريقة لاقدر ان انا احصد اكبر قدر ممكن من النقاط او الارباح. طيب، ناخد مثل تاني. عندي هنا شمعة أغلقت، طلع معايا كان المستوى أصلا نواحي 80، تمام، هنا كان المستوى كاسر 80، فهذا دخول إضافي، يعني أنا أول دخولي كان هنا، تاني دخول لإلي كان هنا مع بداية الشمعة بعد الإغلاق دايركت. هاي الهدف تبع الصفقتين كان عند ملامسة خط البولينجر للوسط، لامسه هنا، صفقة كان هدفها بحدود ال 15 نقطة وصفقة كان هدفها بحدود 27 نقطة، دخلنا دخولين. طيب، هنيجي نتكلم، طب وين وقف الخسارة تبعي؟ وين وقف الخسارة تبعي؟ أساساً دايركتلي أول ما بيجي عندك البولينجر باند في أي دخول لإلك بيرسم معاك في خلال تحركاته، تمام؟ حد سفلي، تمام؟ دايركتلي تحت الحد السفلي بقدر إن أنا أوقف الستوب لوس تبعي أو وقف الخسارة تبعي. يعني باجي بتطلع هنا هيك ألاقي إنه عند الـ 84.90 تحتيها نقطة أو بنقطتين، يعني على الـ 84.88 هناك راح يكون وقف الخسارة الخاص فيه، تمام. هاي الطريقة على أي على أي instruments فينا إن إحنا نشتغل عليها. هل فيني إن أنا أشتغل عليها على كافة شيء ولا على أزواج معينة؟ على كل الأزواج اللي موجودة عندك في المنصة فيك إن أنت تشتغل. هنا إحنا عملنا تيست هلأ مثلا على البترول، خلونا نيجي نشوف على الذهب، تمام. هنا الذهب شرط إغلاق، دخلت مع الشمعة اللي بعديها قريب من مستوى 80، نزل معايا بشكل سليم. هنا إغلاق خارج حدود البولينجر، ها، أو هنا، تمام. هنا اتطلع كان عندي مستوى الـ RSI قريب من مستوى 20 فاشتريت، أعطاني الهدف تبعي. ولكن هنا اتطلع معايا أول ما صار عندي الإغلاق كان المستوى عند الـ RSI كان عند الـ 28، يعني في فرق 8 نقاط عبال ما يوصل للقاع، وبالتالي أنا ما بدخلش. عرفت ليش لازم الشرطين يكونوا مهمين عندك؟ ولكن هنا مع الإغلاق كان برضو البولينجر لساته بعيد عند الـ 25، ضل مكمل معايا، ولكن ما صار عندي إغلاق خارج خطوط البولينجر، فهنا فرصة غير مكتملة، هنا كمان فرصة غير مكتملة، أوكي؟
هنا عندي فرصة مكتملة، إغلاق قريب جدا من خط العشرين، إحنا قلنا لمعدل واحد يعني للواحد وعشرين، أوكي تمام. دخلت الشراء أعطاني 10 نقاط، أصبح إنه الطريقة اللي إحنا بنحكي عليها هي سكالبينج، أكثر منها كطريقة عمل تنفعني إمتى؟ وقت ما يكون السوق بيتحرك بشكل عرضي. هل فيني إن أنا أستخدمها مثلا على إطارات أكبر من هيك؟ لا، بس على الإطار الزمني لدقيقة، بس على الإطار الزمني لدقيقة. هاي طريقة سكالبينج، بتدخل تحصد منها نقاط كتير تمام، تقدر من خلالها انك انت تحقق ارباح بشكل سريع من خلال هاي الطريقة. طيب خلونا نيجي نشوف كيف فيني بعد ما انا اخلص نزلت الاستراتيجي وكل شيء، هل على كل تشارت بدي اضل انزل البولينجر باند واعمل الار اس اي واضيف الليفلز سواء هنا او هنا؟ لا، باختصار شديد فيك انك انت تعمل شغلة بسيطة. أهلا وسهلا طبعا في كل المتابعين اللي معنا، لو في عندكم أي استفسار قولنا إياه كرمال نحن نجاوب عليه. أجي من هنا باستخدام التمبلت سيف تمبلت، فلنفترض بدي أسميه باند سكالبينج تمام. هاي أوكي سيف، جيب مثلا هنا على الداو جونز هاي باند سكالبينج دايركت، مجرد ما اضغط عليها بجيب لي التمبلتس اللي انا حافظهم. باند سكالبينج راح محولني، ولكن كل اللي راح اعمله راح ارجع على فريم ال1 مينت، على فريم ال1 مينت. طيب طلع معي وين في فرص كانت موجوده اخر الفرص. عندي اغلاق، شريت، هذا دخول أول، بدك تيجي تحسبها هي 22 نقطة. هنا دخول ثاني، عفوا هاي دخول أول، هذا هدفنا كان. هنا أول دخول، هنا ثاني دخول، وقف الخسارة أسفل هاي المنطقة تمام. واشتغلت معاه، أول هدف كان بالنسبة لي 30 نقطة، تاني هدف كان بالنسبة لي عبارة عن 21 نقطة. لو رأس مالك لا يتحمل المؤشرات بلاش. أعيد وأكرر، إدارة رأس المال أهم بكتير من الاستراتيجي اللي أنت راح تشتغل عليها. يعني هاي عندي هنا قديش كان الـ RSI وقتها؟ كان 73، فلا بعيد، يعني هنا فرصة غير مكتملة الشروط، هنا كانت فرصة مكتملة الشروط ونقدر نعتبرها ضربة ستوب لأنه كمل كتير. وفي حال أنه كان السوق بلش ياخد اتجاه، هاي الاستراتيجي طبيعي بتضرب معاك ستوب. يبقى أول الشروط اللي موجودة عندي سوق يتحرك بشكل عرضي، رقم اثنين البولينجر باندز بالإعدادات اللي احنا ضفناهم عليها عشان ما حدا ينزل الباند زي ما هو. قلنا الباند بيريود راح تكون 20، الباند شيفت راح تكون 0، الباند دايفيشنز راح تكون 2.0 عشان ما حدا يفكر انه هي 20، 2.0 اوكي. مجرد ما بضغط اوكي وعندي مستويات الار اس اي بعملهم بدل 30 و70 بعملها 80 و20 وبضيف مستوى ال50 تمام. لو راس المال اللي عندي مثلا انا صغير اوكي، دائما حاول ان انت تنقي الاوقات اللي تشتغل فيها. ما في عندي اليوم اخبار كتير بشتغل عليها بالفتره اللي ما قبل السوق الامريكي، اللي ما قبل السوق الامريكي، في الفتره اللي ما بعد السوق الامريكي، فتره قبل دخول بريطانيا تمام، اللي هي الفتره الاسيويه. فيك انك انت والاوروبيه بشكل عام تمام، فيك انك انت تلاقي السوق هادي، بلش اشتغل على هاي الطريقه. نشوف زوج تاني مثلا، خلونا نشوف عملات مثلا الباوند مقابل الين، باند سكالبينج، نرجع لل1 مينت ونبلش نشوف معانا هنا. طبعا طالما انه دخلت عندي امريكا راح تلاقي انه انت في عندك كتير شغلات بتضربك،
على سبيل المثال، هي عندي هنا إغلاق خارج حدود البولينجر، دخولي مع بداية الشمعة اللي بعديها من هنا، تمام؟ بلشنا إن إحنا نشتغل معاه، ونزلت معاه لخط الوسط عند التلامس اللي صار. كان الهدف اللي موجود عندي عبارة عن 28 نقطة، في ظرف قديش إحنا قدرنا إن إحنا نحققها كوقت فعلي أخذ معايا 8 دقايق، 8 دقايق فقط لا غير. من خلال هاي الاستراتيجي بتقدر إنك أنت تشتغل في أي توقيت أي زوج بناء على الشروط اللي إحنا حكيناها. عندنا 3 شروط، تشتغلش في فترة السوق واخد فيها ترند سواء أب أو داون، بالعكس أنا بدور على الفترة اللي معظم المتداولين ومعظم المحللين بقول لك اليوم السوق فيش فيه سيولة، ما حدا يدخل لأنه بينتظر الانفجار. تمام، هذا حكي سليم وهذا حكي صحيح، تمام، ولكن هذا على الناس اللي بتشتغل على الترندات. أنا زلمة راس مالي صغير بسيط، حابب أن أنا أتعلم الموضوع واحدة واحدة، ستيب باي ستيب. فترة ممتازة بالنسبة لي وأنا راس مالي صغير أن أنا أشتغل عليها هي الفترة اللي ما فيها سيولة عالية. ليش؟ لأن السوق بيكون بيتحرك في مدى ضيق، بقدر أن أنا أحصد منه في الشراء وفي البيع، بقدر أن أنا أحصد منه في الشراء وفي البيع. بهيك بنقدر نحن نقول نحن خلصنا اللقاء تبعنا اليوم، ولو في حدا عنده أي استفسار ياريت أنه هو يسألنا قبل ما نختم اللقاء. وبتمنى إن شاء الله دايما أنه إحنا نتقابل معكم في لقاءات قادمة بإذن الله، راح تكون كلياتها فايدة واستراتيجيات جديدة بإذن الله. وإذا ما لحقت أنك أنت اليوم تحضر معنا، راح تلاقي هاي الفيديوهات كلياتها بتنزل على قناة وان رويال على اليوتيوب، تقدر من خلالها أنك أنت تتابع كل الويبينارات اللي إحنا بننزلها حتى السابقة منها. بالإضافة طبعا تقدروا تتابعونا على السوشيال ميديا وان رويال، وكمان قناة التليجرام لتاخدوا آخر التحليلات اللي احنا بننزلها لأهم المؤشرات والسلع والعملات الأكثر حركة والأكثر شيوعاً في مجال الفوركس. شكراً جزيلاً لكل متابعينا، وأهلاً وسهلاً فيكم دائماً مع شركة وان رويال. كان معاكم معاذ حسني مدير قسم أبحاث السوق، وبتمنى على لقائكم إن شاء الله في القريب العاجل. شكراً جزيلاً، السلام عليكم.